مسيكم بالخير. ما حبيت أنام قبل ما أقول لكم قصة، لأني متأكد أو شبه متأكد إنه أغلب متابعيني يحبون السواليف. هذه قصة قديمة ذكرتها قبل أمس لما كنت في قناة المجد. السالفة وما فيها إن في رجال طالع من ديرة لديرة، وهاك الأيام أيام فقر وجوع وحالة قشرة ما يعلم بها إلا رب العالمين. مسافة طويلة والحالة حالة، وخوينا ميت من الجوع يدور أي شيء يأكله، وفي هالظروف السيئة هذه فجأة يطلع له ذيب أيضا أشد منه جوع، وما صدق الذيب أنه يلقاه. قام الذيب على خوينا، وخوينا يدور يمين يسار له هناك شجرة ويقوله يرقاها، ويطلع في راس الشجرة والذيب يجي يحاول فيه يحاول فيه ما قدر يطلع، قام وألبد ورقد ونام تحت الشجرة. مرة يفتح عين ومرة يقمضها يناظر في خوينا، وخوينا يناظر فيه، وكل واحد ينتظر خويه. الذيب عارف ان خوينا نازل نازل وما له حيلة. في هالظروف هذه خوينا نام فوق الشجرة مساكين تعبان ومرهق وحالته حالة. أيضا الذيب مثله مو بعيدا عنه رقد. من الأشياء العجيبة اللي مرت علي تقول إنه إذا جتك الظروف الشديدة المتعبة الصعيبة اللي ما منها مفر ثم جاك النوم فجأة، فبشر بالفرج إذا حسيت بالنعاس وإنك تبي تنام. يقولي والله أعلم إنه يستندون أو يستدلون على الأحداث اللي كانت قبل معركة بدر لو تذكرون، اللي يغشيكم النعاسة أمنة منه. قبل انتصار المسلمين في معركة بدر سبحان الله العظيم جاهم النعاس. خوينا رقد والذيب رقد، وفي أثناء النومة هذه خوينا ما تحلم، لا طاح من فوق على الذيب فجأة على ظهر الذيب. الطيحة كانت مفاجأة للذيب لأنه كان غافل، فروعت وهج وخوينا سلم سبحان الله العظيم، طحت مباركة. بعض الطيحات لا تقلق، تراها ربما تكون مقدمة لنجاتك أو انتصارك. السلام عليكم، تصبحون على خير.